زمايلك بشكرك شكرا جزيلا يا امير. ده كان مهم جدا كمان نطمن على فريق الكوره وكل حاجه والاجتماعات اللي موجوده، ده كان مهم جدا في البدايه. قبل ما امير يبقى معانا قلت لحضراتكم هتكلم في جزئيه بسيطه وهوجه لحضراتكم سؤال كاعضاء جمعيه عموميه وكجماهير النادي الاهلي، عشان دايما بنحب نشارككم في الصوره. بس قبل ما اتكلم قلت لكم مليون مره مش كل حاجه تتقال لك نجري على السوشيال ميديا ونسى. خد الكلام جوه دماغك فكر فيه واطلع انت برأي شخصي. مش كل حد يقول لك حاجه نسبح بحمد الله، اكيد بنسبح بحمد الله كلنا واكيد كلنا مؤمنين بربنا سبحانه وتعالى، لكن محدش يفرض علينا رأي او محدش يقول لنا حاجه ونصدقها الا غير لما نشوف على ارض الواقع هل ده فيه امانه ولا مفيش امانه. ايه اللي انا عايز اساله؟ ايه اللي انا عايز اقوله؟ اتكلمنا على لائحة استرشادية واتكلمنا على أمور كتير جدا جدا جدا، موقف الأهلي سليم لا مش سليم من قبل ما تبتدي اللائحة الاسترشادية. بس قبل ما اتكلم كمان حابب أضيف نقطة مهمة جدا. من أول يوم قلنا مفيش كلام في انتخابات ومش هنتكلم في انتخابات، لكن اللي احنا نعرفه اللي فيه دلوقتي مجلس إدارة بيقود سفينة النادي الأهلي، أول ما يتفتح باب الانتخابات ملناش دعوة، اللي يكسب يكسب، الكسبان نقول له مبروك وكلنا وراك وبنساندك، واللي يخسر نقول له انت ابن من ابناء النادي الاهلي وراك وبنساندك وربنا يوفقك برضه، وهي ده مبادئ النادي الاهلي. ده كلام فيه حاجه؟ فمره ثانيه قولوا لي مين القوائم؟ محدش يعرف. قولوا لي مين اللي نازل؟ انا بقول لحضراتكم حتى الان محدش في بيانات تخرج، لكن انا بتعامل كقناه رسميه النادي لازم يبقى في ناس بتبعت لك، لازم يبقى في مصدر. المصدر ده عشان اطلع خاطب الملايين من الاهلاويه. مش هخاطبهم عن طريق السوشيال ميديا، يجي لي حاجه من السوشيال ميديا فاقول لحضراتكم اتفضلوا. ده منطق؟ ده عقل؟ فمحدش يكلمنا في انتخابات، وهو ده اللي انا بقوله. ملناش دعوه، لكن في اتفتح باب الترشيح؟ اكيد لا. طب بنتكلم ليه؟ وفي ناس عامله صراعات ليه؟ وناس مموته نفسها وبتظهر في البرامج ليه؟ وفلان يقول انا مع مين ليه؟ وفلان ده بيقول انا مع مين ليه؟ وفي الاخر يقول لك احنا اللي متحيزين. متحيزين عشان دي قناه نادي. وفي ناس بتقود السفينه. فلما يقود السفينه لغايه اخر يوم موجودين فيه مشاكلهم مشاكلنا. واحترامهم للمؤسسات هو احترامنا للمؤسسات. لأن دي قناة فئوية تعبر عن سياسة أي مجلس يبقى موجود. قلناها وهنفضل نقولها. تأولونا حاجات ما قلناهاش، تطلعوا في فيديوهات هاجمتوا مش عارف مين وعملتوا إيه. برضو الكلام ده ولا هيدخل دماغنا طالما إحنا بنخاف ربنا. أدي دي نقطة مهمة. السؤال بقى هنا فين؟ اتقال قسمتوا الأهلي وجزيرة ولا مدينة نصر ولا الشيخ زايد والكلام ده ما حصلش. هاتوا فيديو هتلاقي كله قال الا احنا. مش اتقال الكلام ده حضراتكم؟ يا اعضاء الجمعيه العموميه يا محترمين. يا محترمين للنادي الاهلي سمعتوه كم مره؟ سمعتوا الكلام ده كم مره؟ سمعتوا كم مره اللي ده بقى غير ده وده بقى غير ده وده مش عارف ايه وايه ده مش ده الاهلي. سمعتوه هنا؟ قلنا ماشي. يبقى في صبر. وما نتكلمش، نسيب المركب تمشي. اللايحة بتاعت الأهلي فيها إقصاء ومش عارف إيه ومدام. طب قلنا نسكت لأن إحنا عارفين اللي مفيش الكلام ده. ده أنتوا معايا ولا مش معايا؟ مش ده اللي حصل؟ لقيتوا اللايحة فيها إقصاء؟ لا. قال لك القانون وضد الدولة ومش عارف إيه. ده غيره وغيره 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 من قبل الجمعية ومن قبل ما الأهلي يقول 25 و26. ده في ناس طلعت علينا حرب باطل 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 باطل. فالناس بعد إحباط شديد جالك 15,000 بعد إحباط في مواقع وصحف وباطل باطل ومتبنين وجهة نظر واحدة فقط. في ظل الإحباطات دي راحوا 15,000، تخيلوا. طيب ما هو ده احنا مع الأهلي. يطلعوا علينا اللي عملوا مجلس النادي الأهلي غلط. خلاص الناس شايفه كده من حقها، ما علقناش وسكتنا.
تطلع بالقنبله في البرنامج ده والكل اشتغل عليها وكل برامج مصر اشتغلت عليها، لكن تعبنا واجتهدنا عشان نفتح الملف ده بمفاجاه اكبر. اسمعوا بقى يا جماعه، كابتن حماده المصري كان معانا، مش هو لوحده، واللواء جاسر رياض، واللواء سامح مباشر، والدكتور علاء حسب الله، والدكتور علاء مشرف. الناس دي هي قالت اللي احنا ما عملناش لائحة استرشادية، دي جات لنا جاهزة من الوزارة. الخمسة قالوا كده واحنا ما قلنا لهمش، ما ضربناهمش، عيب ما تقولش كده. هم قالوا، وقالوا اللي موقف الاهلي سليم مليون المية، مليون المية، ما فيش حاجة اسمها يوم ويومين وثلاثة واربعة. والناس جم هنا، اللي دخل معانا في التليفون قال كده. طيب هم قالوا ليه كده؟ عشان داخلين انتخابات في الاهلي؟ اكيد لا. منهم ناس محترمة قالت ربنا هيحاسبنا، ودي الحق اللي حصل، ما بنجتمعش، رقم واحد ما خدناش قرارات، بياخدوا قرارات من ورانا وبتاع. الكلام ده كله موجود قدام حضراتكم. السؤال هنا، اللي بيطلع علينا اي حد ويهاجم الكابتن حمادة المصري، بتهاجمه عشان هو واقف جنب النادي الاهلي؟ يعني الكابتن حمادة ده بيتهاجم عشان واقف مع النادي الاهلي؟ يبقى هو اللي بتاع مصلحة؟ يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، انا مش مصدق نفسي. طب خلاص، قلتوا تقسيم، وقلتوا اقصاء، وقلتوا كل حاجه سيئه، وقلتوا باطل، وقلتوا الوزير زي الفل، وقلتوا لجنه اولمبيه 10 على 10 واضرب بايد من حديد. ده ايه، منهم ناس اهلاويه بالمناسبه. طيب وسكتنا وقلنا خلاص يبقى فيه هدوء ومش هنتكلم، والاهلي عنده ماتش وخلاص، وسكتنا وقفنا. الناس دخلت قالت كلمه الحق. ده دول مين؟ ده دول اعضاء اللجنه الاولمبيه، هم اللي قالوا كده هنا، هم اللي قالوا الكلام ده هنا في البرنامج ده. ينفع تهاجم تاني؟ ده منهم فيهم، ده منهم فيهم. طب يا جماعه تسال ده، طب موقف الاهلي ايه؟ يقول لك لا سليم 100%، ما فيش نص يقول ولا يوم ولا يومين ولا ثلاثه، ولا حقه يعمل اللي هو عايزه. هيجيب 160,000، انت مش عارفك اللي هيجي 15، ما ممكن يجي 70 80، انت تعرف منين؟ فما ينفعش النهارده اقول له يوم ولا يومين، لا، او مش دورنا. والقانون قال لك القانون بيقول كده بيسمح، وسالنا مستشارين، هم اللي قالوا. مين؟ اعضاء اللجنه الاولمبيه. تخيل بقى اللي فيه اهلاويه بيهاجموهم عشان قالوا كده، انه عقل ده؟ يبقى مين اللي صاحب مصلحه؟ وهو ده السؤال لجماهير النادي الاهلي، وهو ده السؤال لاعضاء الجمعيه الجمعيه العموميه المحترمين. ولا هنا فيها مجلس إدارة ولا بنساند حد، ولا أنا بسأل لحضراتكم ملف مسكناه يتعرض فيه الكلام ده، والناس قالت الكلام ده في البرنامج ده. طب إيه رأي حضراتكم؟ يبقى مين اللي صاحب مصلحة؟ الناس اللي هي مش مننا، مالناش دعوة، هم أعضاء جمعية عمومية بقى هنا ولا مش أعضاء، دي مش مشكلتنا إحنا. اللي ناس خرجت علينا وقالت اللي الأهلي بيعمله ده صح 100%، وقالت اللي احنا ما عملناش اللائحه الاسترشاديه الوزير اللي عملها، هم اللي قالوا مش احنا. طيب نهاجمهم ولا نقول لهم كتر خيركم على موقفكم المشرف المحترم اللي قلتوا كلمه الحق؟ فهنا السؤال لكل الاهلاويه في كل مكان، هو ده الحق؟ هو ده العدل؟ هو ده الضمير؟ أنا خلاص خلصت الكلام، ولا في تقسيم، ولا في إقصاء، ولا في انتخابات هنا في البرنامج هنا، دي حاجة تخصنا إحنا، لأن ما شفناش لسه قوائم كاملة، ما شفناش باب الترشح اتفتح فنتكلم فيها ليه؟ ما سندناش حد على حساب حد، وما بيحصلش للناس اللي بتكذب وعمالة كل يوم تقولنا حاجات ما حصلتش أساسا. يبقى ولا إقصاء، ولا إقصاء لأحد، ولا هجوم على أحد، ولا في ثوابت النادي الأهلي موجودة ولا مش موجودة؟ الثوابت موجودة طول الوقت، والاهلي موجود ما بيننا وعايش وسطنا لغايه يوم الدين،
ولا الاهلي هيروح ولا الاهلي هيجي فجأة. الاهلي موجود بنعشقه مع اي حد يديره، والاهلي ده خيره علينا كلنا. ارحموا الاهلي، ارحموا الاهلي شوية. ده لو يتجسد على شكل شخص او اي حد هتلاقيه دموعه بتنزل كتير من اصحاب المصالح. والله صدقوني انا صادق معاكوا جدا، صادق معاكوا جدا. والظلم وحش، الظلم وحش. تظلم مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة، في ايه يا جماعة؟ مش هي كل واحد يبقى هيرو وكل واحد يبقى بطل؟ يا عم ابقى بطل بس ابعد عن الاهلي، يا عم ابقى وحش بس ابعد عن الاهلي، يا عم اعمل اللي عايز تعمله، استفيد، اعمل، زود الحساب في البنك، غير العربية، اعمل كل حاجة، اشتري كل حاجة في الدروس، ابعد عن الاهلي. لان احنا بنحبه قوي وبنحترمه قوي وبنعشقه قوي وبيفرحنا قوي وبنراهن عليه، وبنراهن عليه وبيفرحنا، وبنقاتل عشانه وبيفرحنا. عمال جوه النادي ما سابوهاش، موظفين جوه النادي مش سايبينهم. ايه كمية الضغوط دي؟ ايه كمية الصراعات؟ ناس بقالها شهور شغالة شغالة شغالة، خلصت من الكتابة بقت للظهور. كل ده مرصود، وكل ده كله بقى موجود. ده من كتر ما بنحطه في 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 ملف، من كتر اللي بيحصل بقى جبل. بس الاهلي بيجي ويكسب ويكسب وينتصر في وقت صعب، وتراهن اللي هو يحصل له حاجه كبوه عشان تبتدي صوتك يطلع، فالاهلي يسكتك تاني باخلاصه بوفائه بنقائه. فهنا السؤال مرة تانية لأعضاء الجمعية العمومية والكل أهلاوي، لما يبقى ناس من اللجنة الأولمبية هم اللي بيقولوا الأهلي صح مش إحنا، مش برنامج، هم اللي طلعوا علينا وقالوا لنا كده. لما يبقى خمس أعضاء محترمين، سيبوكوا من حمادة المصري، وحش وكخة دلوقتي عشان طلع مرتين، وحش يا حمادة، أنت وحش ما تطلعش تاني. طب واللي هو جاسر الرياض اللي من شهور ومن قبل انتخابات، ما هو قال كلمة الحق، منعوه، كان متفق معانا مداخلة اتمنع الراجل، وحمادة المصري اتوقف، اللي هو سامح مباشر هيخسروه، وغيره وغيره وغيره. ايه ده؟ عشان قالوا كلمة حق والراجل خسر؟ طب ما هو قال قبلها، يعني كان معانا هنا وما كانش لسه في انتخابات عشان اللي بيزايدوا في المواضيع. طب الناس قالوا كلمة الحق على الأهلي، دول وحشين كمان، ودول بطلوا كلام فارغة بتوع المصالح. الله 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 الله، هو انا نمشي على مزاجكو؟ يا اما يبقى عيب وكخة والكلام ده غلط. ده ناس بتدير ومحترمين، عارفين ليه؟ عشان الفوضى، الفوضى، عايشين في فوضى رياضية. روحوا شوفوا نادي السيد بيحصل فيه ايه، روحوا شوفوا عمرو السعيد في نادي السيد، اسألونا احنا واحنا نقول لكم، اسألونا التهديدات اللي بتروح للراجل. كان في لقاء معاه، كان في اتصال تليفوني معاه، والراجل برضه راحوا لسمعته. يا راجل اللي بيته من الازاز ما يحدفش الناس بالطوب، ملفات معانا صعبه جدا جدا جدا، اللي بيته من الازاز ما يحدفش الناس بالطوب. اشتغلوا لمصلحه الرياضه المصريه، وكل واحد يفوق وهو بيتكلم مع النادي الاهلي، وكل واحد يقول كلمه الحق. كفاية بقى عربيات وفلل وحسابات في البنك عنب ولوز، كفاية. ولا البحر بيحب الزيادة؟ للمرة الثالثة بقول لكل أهلاوي محترم بيخاف على النادي ده وعلى اسمه وعلى تشيرته، هو السؤال. الناس أعضاء الجمعية العمومية أو أعضاء اللجنة الأولمبية دخلوا قالوا الكلام ده، احنا اهلاوي هنهاجمهم ولا نقول لهم شكرا على احترامكم اللي بتنسفوا الحق؟ نقطه ومن اول السطر. نطلع فاصل، ومش عايز اهلاوي يروح في اي حته، لان حوار مهم جدا 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 مع المستشار خالد زين اللي احنا بنشكره. الراجل خصنا في اول ظهور ليه يبقى معانا، وهنشوف هيقول ايه في حوار ساخن جدا.
نروح لرد الجميل وبعدها نستقبل المستشار خالد زين رئيس اللجنة الأولمبية الصوت.